أبو قاسم الشربيني يقول: ما حكم الفتية بغير علم؟ حرام. الفتية بغير علم حرام، لأنه قول على الله بغير علم، وهذا فوق الشرك التحريم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الواجب على المسلم أن لا يدخل في الفتوى من غير علم، وحتى لو كان عنده علم لا يستعجل حتى يتثبت، وإذا كان فيه من هو أولى منه بالفتوى يحيلها عليه. نعم.